اليوم كنا بزيارة إلى مضيف الشيخ أبو تبارك شيخ عام عشيرة البعيسة، وحقيقة التقينا بنخبة من شيوخ المنطقة، وأكيد يعني كانت الضيافة اللي نعرفها عن شيوخ الأنبار وعن شيخنا العزيز الشيخ أبو تبارك، وحقيقة دار حديث وكلام مهم من خلاله قدرنا أنه نحل بعض المشاكل والمعاضل اللي تواجه أبناء المنطقة، وأن كانت هي قليلة الحمد لله بسبب التعاون الموجود ما بين القوات الأمنية وما بين العشائر وأبناء المنطقة، ولكن يعني قدرنا أنه نعالج أربع مشاكل يعاني منها المواطنين. واحدة من هذه المشاكل هي سماح بحركة العجلات اللي تحمل الأسمدة الكيميائية والسماد الكيميائي وسماد الداب داخل محافظة الأنبار، وتبقى الإجراءات هي متخذة في المداخل الرئيسية للمحافظة، أما بالداخل فرح نسهل الحركة بما يؤمن يعني وصول هذه المواد وهذه الأسمدة إلى الفلاحين، وخصوصا احنا نشهد موسم زراعة كبير في محافظة الأنبار. إضافة لذلك احنا شخصنا سيطرة أو سيطرتين دي يصير عندنا بيها زخم، وحقيقة أن النهج مالتي هو نرفع السيطرات ونخفف من الزخم المروري بما يؤمن حركة المواطنين من وإلى أماكن عملهم بكل انسيابية. وبالمناسبة أنا اليوم أريد يعني أوصل فد ملاحظة للأنباريين من مضيف الشيخ أبو تبارك، إن شاء الله احنا راح نشهد رفع سيطرات أخرى في محافظة الأنبار، وهذا عهد من عندي لأبناء محافظة الأنبار أنه الأنبار ستكون متميزة كما هي متميزة بالأمن، راح تكون متميزة بخلوها من السيطرات، لأنه اليوم الشارع الأنباري، شباب الأنبار، شيوخ الأنبار اليوم هم كلهم داعمين للقوات الأمنية، وبالتالي لا حاجة للسيطرات في محافظة الأنبار. تعاون المواطنين هو يعني أنا أعتبره السلاح المؤثر ضد المجاميع الإرهابية وضد فلول داعش المتبقية في المحافظة، فبالتالي انتفت الحاجة من وجود السيطرات. هذا الموضوع الثاني. والموضوع الآخر تسهيل حركة أو مرور المرشات الزراعية، اللي حقيقة يعني الفلاح اليوم الأنباري بيمس الحاجة إلها في مناطقهم الزراعية، فإن شاء الله يعني راح نصدر التوجيهات مباشرة إن شاء الله بسهولة حركتها. والموضوع الآخر هو عندنا مقالع، هذه المقالع يستثمرها أبناء الأنبار ويشتغل بها الأبناء الأنبار والأنبارين يعني بشكل عام، وهي تعتبر مصدر رزق لهم، وبالتالي إن شاء الله همين أصدرنا وأمرنا بفتح 3 مقالع وأربع مقالع كانت مغلقة حتى تكون مصدر رزق لأبناء المنطقة وأبناء المحافظة. إن شاء الله نسأل الله أنه دائما تبقى هذه المحافظة آمنة وأبنائها محفوظين من كل سوء إن شاء الله. بزيارة قائد عمليات الأنبار السيد اللواء الركن ناصر غنام المحترم، وهذه ليس مفاجأة وليس الأولى، وإنما عدة مرات وله مواقف جيدة حلول عدة مشاكل مع الأنباريين وخصوصا في مضيف قبيلة البعيسة. شكرا له مرة أخرى ونتمنى له التوفيق إن شاء الله.